استاذ بغينا نعرفوا تفاصيل ومجريات الجلسه ديال المحاكمه ما بات يعرف ملف الفساد المالي والاداري في جماعه المتهمين في الملف. مساء الخير، تحيه للسلطه الرابعه، تحيه للاخوه الاعلاميين. فعلا كما تابعتم وواكبتم وانتم مشكورين على ذلك لقيامكم بما يمليه عليكم ضميركم ومهمتكم، انتهت المحاكمه، انتهت الجلسات الماراثونيه، انتهت المرافعات الماراثونيه، كل ادلى بدلوه، والملف الان في المداوله ونحن في انتظار صدور القرار في الملف ما قلت انه يسمى بملف التبديد والاختلاس في جماعة فاس، وهو كما لاحظتم تبين بالقاطع أنه ملف أفرغ مما كنا نعتقد، وهو ملف ضخم وأعطي له حجم أكبر من حجمه. نعم، ربما التفاصيل ديال هذه الجلسة هذه اللي دازت كانت استكمال المرافعة ديال السادة المحامين، شنو اللي وقع بالضبط في هذه الجلسة أستاذ؟ لا، كما قلت لك استمر الزملاء المحامون في تقديم مرافعاتهم، وكل ادلى بدلوه، وفي كل مرافعه كان يتضح مزيد من المعطيات التي تؤكد ان الملف هو مضخم بشكل غير طبيعي، وهو اكبر مما سمي بملف تكوين عصابة إجرامية، عصابة البوصيرون، كلها تسميات تبين أنها لم تكن في محلها، وعلى الانتحال سيتبين لكم ذلك ربما من خلال القرار الذي صدره غرفة الجنايات، والذي سيبين لكم أن العقوبات ستكون يعني في جميع الأحوال ستكون هناك براءات، أنا متأكد من ذلك، ستكون من عقوبات بسيطة جدا، وفي جميع الاحوال لن ترقى العقوبات الى ما كان يعتقد الكثير. استاذ قلتي ان كاين تضخيم وكاين، ولكن شفنا في بعض الجلسات ان تبادل التهم بين المتهمين. ربما مواكبتك لك للمحاكمه كاعلامي قد تغيب عنك ان الامر يتعلق بالمعطيات القانونيه. قد يلوم البعض الاخر على اشياء ربما لكنها لا ترقى الى درجه الجرائم، وفي جميع الاحوال لا ترقى الى درجه الجنايات. تبادل الاتهامات هي من حيث السلوك، من حيث المعطيات، ولكن لا احد يقول ان جنايات فعلا ارتكبت كما يعتقد الكثير. رفع الملف للمداوله استاذ، واش غتقدر بانه غيتعطلوا باش يحضروا الحكم ولا غيتم تاجيله؟ انا اقول لك، وربما يعني من خلال المعطيات الدقيقه حول الملف، ان الملف قد يخرج من المداوله او يتم اخراجه من المداوله، ربما لاستدعاء الاشخاص الذين كان يتعين استدعاؤهم، هذه امكانيه، وربما يصدر القرار بعد ساعتين او ثلاث. الملف ليس من البساطه بما كان، الملف من حيث على الاقل من حيث المعطيات وحجم الوثائق هو ملف ضخم، ولذلك ربما ياخذ بعض الوقت في صدور القرار، ولو ان الهيئه واكبت طبعا المحاكمه ولها يعني بين يديها الكثير من المعطيات التي تمكنها من اصدار القرار. شكرا لكم، الله معين. شكرا على المواكبه، شكرا جزيلا. اذا كان معكم عمر الحلوي، دفاع المتهمين ومحامي هيئه فساد، دفاع المحامين للمتهمين في ملف ديال الفساد المالي والاداري، اكيد كما بات يعرف هنا بمدينه فاس، ولا حديث الان الا على الاحكام اللي غتكون صادره. سمعتوا المداخله ديال الاستاذ عمر الحلوي، قال بان الملف رفع على المداوله، قال هو بالحرف بان تقدر تصدر احكام اليوم بعد ساعتين او ثلاثه ساعات كما قال السي عمر. قال كذلك يقدر يخرج الملف من المداوله، يقدر يخرج، هو قال هذه التصريحات اللي جات على لسانه، قال بان الملف بانه تم تضخيمه حسب جاء في التعبير ديالو. اكيد مجموعه من التصريحات اكيد اللي عطاها الاستاذ عمر الحلوي، وحنا اكيد غنبقاو مواكبين كل كبيره وصغيره، الراي العام ينتظر الاحكام اللي غتكون صادره في هاد الناس اللي كانوا مسؤولين في جامعه فاس. كنتحدثوا على موظفين، كنتحدثوا على مقاولين، كنتحدثوا على العمده ديال الجامعه، كنتحدثوا على الكاتب ديال المجلس، كنتحدثوا على شخصيات عموميه اللي اكيد الناس اللي صوتوا عليهم في انتخابات، فأكيد متشوقين يعرفوا المآل ديال الحكم اللي غيكون بطبيعه الحال، الاحكام الصادره اللي غتكون
اتهامات صك الاتهام اللي كنخرج بطبيعه الحال فهما كاين تهم ثقيله جدا في فيها اتهام ديال الزوير اختلاس اموال عموميه فيها عدم تبليغ فيها تهم ثقيله جدا الاحكام غتبقى الان بيد القضاء اللي غيصدر يقول الكلمه ديالو حنا غنبقاو مواكبين معكم من اجل ربما تقريبكم من كل كبيره وصغيره متابعينا ما غنطولش عليكم بزاف اكيد تبعنا هذا الملف منذ البدايه ديالو وحاولنا نواكبوا معكم ونقربكم من التفاصيل حنا لازلنا معكم مواكبين وغنبقاو دائما من اجل ربما نقل الصوره الحقيقيه والاحكام اللي غتكون صادره في حق هذا المتهمين اكيد متابعينا ومشاهدينا الكرام شكرا غادي نكتفي بهذا القدر لما اللقاء بكم في بث مباشر اخر كان معكم مراسل قناه موصيف بودري من قصر العداله بمدينه فاس حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته شكرا متابعينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته